Israeli strikes on central Beirut on Thursday killed at least 22 people and wounded more than 100, according to Lebanon's health ministry. The strikes hit residential buildings in two densely populated neighborhoods. There are reports at least one senior Hezbollah figure was targeted in the attacks. There has been no comment from Israel. In recent weeks, its military has launched frequent strikes on Beirut's southern suburbs, where Hezbollah bases many of its operations. But strikes in central Beirut are rare. كنا كنت عم صلي سمعنا أول صاروخ افتكرنا عندي بالبيت طلع الثاني أقوى من الأول بكثير ظهرنا لقينا العالم كله عم تنزل بحافية عم تنزل عم بتصرخ بتولي ما عرفنا شيء بالأول عم بظهر بدي شوف طلبن الضربة لقيت بيتي طايرين الازاز طايرة الشبابيك ظهرنا لقينا هذا المنظر المرعب يعني اللي شيء مش طبيعي مش شوي قوية شيء يعني شو بدي اوصف لك عشان الحرب كله كل الحروب القديمة ما مثل هلا اللي عم نشوفها واللي عم نسمعها نحن يعني سبحان الله الله يهدي البال ويحمينا ويحمي هالبلد والله صار معك انا عم كبر زبالات من الباب من الباب يعني على الحاوية وصرت على المدخل بدي اطلع على الباب وصار اللي صار هون انفجار وصرت لبرا وطلعت لقيت برا العالم كنت عم تشوطح وتعمل تسوي وهيك شو بدي اسوي بعد انا اجري مروح اجري وصار اللي صار ومين انقذك؟ مين اخذك على هل رحت على المستشفى ولا في حدا بالشارع؟ حدا من الشارع من الشباب من الشباب شعورك انا فكر حالي خلص ما حضاين يعني وصار اللي صار كنت بعيد الأوضة هون ولما صار العصف لما صار العصف أنا قاعد على هديك الكنبي ومرت عمي على هدي الكنبي لما صار العصف ركضت مثل ما قلت لك على الأوضة هون خلصت بنتي قايلة هون رجعت سلمتها لمرت عمي خلت نفس مرت عمي وأنا رحت فتش على مرتي بالأوضة التانية بس قلت لك منظر أنا منظر ما شايف مثل ما أنا لحالي كنت عم شيل هولي يعني بتعرف أنا عن قايلة كم دبشة شلت مثل هول واحد وجهه كله عبقى ودخني ما بعرف انت نظريا اذا انت بدك تشيل هيدي هلا قادر تشيلها ما هتقدر تشيلها بس انا بوقتها شلتها انا امنت على مرتي لشلت لها الرمد عن وجهها مع الحجار لشفتها اخذت نفس صرت عيط للعالم لتطلع تشيلها لانه ما بقى قادر شيلها صراحه يعني اعصابي صارت عم تهز ما بقى قادر عط انا هون قلت لهم دخيلكم قال طول بالك اجى الدفاع المدني حاوطها سويلة لسحبها